صباح النور والسرور، صباحكم سعيد وصباحكم حلو بحلاوة قلوبكم. من جديد أكيد بتجدد لقائي معاكم وحلقة بداية الأسبوع يوم السبت، أيام قليلة كتير بتفصلنا عن الشهر الفضيل. كل سنة وإنتوا سالمين، وإن شاء الله إنتوا حبايبكم من العايدين، لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وإنتوا سالمين جميعا. أكيد إحنا بهالحلقات، يعني خليني أحكي، قربنا على مشارف آخر حلقات من مطبخ يوم جديد قبل ما نبلش بمطبخ رمضان، إن شاء الله على خير وسلامة. أكيد مطبخنا ما بيزيد تألق ولا فخامة ولا حتى شهامة ولا حتى قوة كمان ولا معان على الساحة إلا لما يكون معانا سيدات المجتمع المحلي اللي رح تذكرنا بأطباق أردنية شعبية تقليدية تمثل ثقافة وهوية للمجتمع الأردني، بتشرفنا دائما وبتعكس صورة حلوة عن بلدنا الكريم تجاه كل الشعوب وكل الطوائف بالخارج. أكيد سيدات بلدنا هم سيد من عمل وسيد من طبخ، لذلك اليوم أنا بشرفني أستضيف سيدة هيك خفيفة لطيفة امتكتكة، أنا الله بيحبني مع أهل الشمال دائما حصتي كبيرة بأقصى أقصى أقصى الشمال. هالمرة رح نروح على ولاء على لواء بني كنانة وتحديدا محافظة إربد. بدي أستضيف السيدة وأقولها أهلا وسهلا وميت مرحبا وأهل وسهل بالسيدة الكريمة إنعام عبيدة. أهلا فيك وسهلا وميت مرحبا ويسعد الثوب ويسعد اللباسين. الله يسعدك يا رب. صباحك ورد وياسمين، تفضل ستي عرفينا عن نفسك، طبيعة عملك، إذا بتشتغلي في هذا المجال ولا بس أنت لأبنائك بتحضري هالأطباق، لأنه إحنا رح نحضر اليوم أطباق تقليدية شعبية فعلا هي تشرف كل أردني وأردنية. صباحك ورد، تفضل. أهلا فيك إنعام عبيدات. إنعام عبيدات من محافظة إربد لواء بني كنانة من كفر سوم الحبيبة. نعم أهلا وسهلا فيك يا أمي. أهلا فيك. بحب البداية أول قبل بالصلاة، نبدأ الحلقة بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. وبحب أقدم تهنئة لجلالة الملك عبد الله، لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا، الملكة رانيا بزفاف سمو الأميرة إيمان. نعم يا ريتو، ألف مبروك يا رب. وبدي أهل وسهل فيكي مرة تانية. أنا بعرف أنه هو هذا الظهور الأول من خلال الشاشة، صح؟ صح. وأنا يعني خبروني العصافير بأنك أنت حدا خايف شوي من الكاميرات على شوي خجلان. إحنا هون والناس اللي عم تحضرنا هي ناس شرواكي، ناس طيبة بالخير وشرواكي بالخير. إحنا بنحب نتعلم من الناس الأصل، سواء أنا أو غيري ممكن إحنا يكون عندنا هفوات في تحضير العديد من الأطباق خصوصا الشعبية التقليدية. فإذا كان في يوم من الأيام بنفسك أو في بالك تعملي أي طبق على أصوله، لازم تزوري ابن البلد وابن الأرض. أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك. رح ناخذ مقادير تحضير كباب عبيدات ورح نعرف معلومات أكثر شو الأخطاء اللي ممكن تصير وكيف أنا أتعامل مع البرغل وليش سمينا كباب عبيدات ومتى بنعمله بالصيف وبالشتاء وهل يمكن تحضيره خلال الشهر الفضيل كوجبة إفطار أم لا. المقادير على الشاشة. لتحضير كباب عبيدات من تحت إيدين الست الكريمة إنعام عبيدات بدنا 3 كيلو لحمة عجل بلدي، بدها تكون مفرومة طبعا، 750 جرام برغل، 500 جرام بصل مفروم ناعم، كيلو زيت زيتون بلدي بكر طبعا بدها اياه يكون ممتاز، 3 معالق كمون، معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، و2 معلقه بهار طبعا بهار مشكل بهارات السبعه، وهيل مطحون. نعم يلا ماشي ست الكل. هلا انا بدي تعطيني الصافي، رحت على اللحام وشريت لحمه عجل بلدي افرمها ناعم احكي له تمام، وهي البرغل احكي لي كيف نبلش نشتغل فيها، وهي احنا الجاهزات حطيناهم لحتى يخلصوا تحضير. يلا اول ست. طريقه بنحط اللحمه بالجاط. يلا ما نحطه بالجاط. طبعا الست إنعام غسلت ايديها كتير منيح، فيش اظافير فيش مناكير زي ما تعودنا من اهالينا وجداتنا يشتغلوا بايديهم بعد ما الست تسبع ايدها تحت المي، صحيح؟ أكيد. يلا بسم الله. ثاني خطوه بنحط البصل على اللحمه. بس مو كتير كميه البصل؟ لا يعني هي بدها بصل، انا هيك بدي افهم. بصل. بدها بصل. بدها نعم. بصل كثير لانه هو بجيب نكهه طيبه. يعني اكيد من تحت اذا بده يطلع طيبه اجباري. بعدين زيت الزيتون البكر الممتاز. يعني امبارح بس بعثت لي المقادير تقول لي مش تكتبيش بكر ممتاز، مش تكتبيش طازه. طب هذا الزيت من وين جايبتي؟ من اربد؟ من اربد، من عندنا منطقه الكفارات.
منطقة الكفارات شهيرة. كفر الصار. نعم. بزيت الزيتون. شهيرة جدا بزيت الزيتون اللي بصدر كمان للخارج. يعني فعلا الله يعطيهم ألف عافية. يلا ستي بسم الله. هسا بدي أحط معلقة ملح. معلقة ملح من الكسيح بالإضافة إلى الفلفل الأسود. وأكيد رح أذكركم بعروض الكسيح الرمضانية على مونة رمضان بالمؤسسة العسكرية. معلقة فلفل. بنسبة خصم 10% لغاية 1/5 إن شاء الله تعالى لنهاية الشهر الفضيل. كل عام والكسيح بألف خير، وإن شاء الله دائما قادرين على الخير وقادرين على الإنتاجات الطيبة. يلا حطينا لحمة وزيت زيتون وملح وبصل وملح وفلفل. فلفل. هسا معلقتين كمون أو ثلاثة عشان البصل حسب الرغبة. نعم حسب الرغبة. نعم. بعدين معلقة هي القهوة هيل طحنيته خشن. هيو ناعم. نعم. بعدين هاي بهارات مشكلة اللي هي 7 بهارات. أيوة. بهارات الطبيخ اللي بحب اللي بحبها. وفي كمان إضافات بنحط شطة ناعمة حمراء للي بحب يحط. بابريكا حارة ولا حلوة؟ لا حارة. حارة. يلا قولي يا رب. بسم يا الله. هسا بدي أعجن اللحم معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. البركة من الله. اسم الله. قديش بتعمل هاي الكمية؟ بتعمل طنجرة لأنه 3 كيلو لحم عجل خروف. اسم الله. بركة يعني كمان. بركة. ومشبعة كمان للناس اللي اتعودت على هاي الأكلات أكيد بتقدر قيمتها. كل قديش تعمليها في بيتك ست إنعام؟ يعني كل شهر. شهر قليل مش قليل؟ لا كل شهر كل أسبوعين أحياناً. بطلبوها العيال منك؟ بطلبوها. أنا مش متزوجة. حبيبتي القلب إحنا يعني إخوانك وأولادك. إخواني إخواني وأولاد إخواني بطلبوها. إن شاء الله بتعيشي وبتعملي لهم يصح لهم. عاد عندهم عمة زيك، يا ريت اللي عمة زيك تعمل لي. يا ريت عمتي كبيرة. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. بدي أوجه تحية صباحية يعني هيك من القلب للقلب أخوية لكل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني. أضف إلى ذلك شركائنا في معانا كتير ناس جديدة رح تكون مشخصة خلال مطبخ رمضان. يلا بدي معلقة كبيرة. يلا هاي معلقة. ها دللي. أنا بعطيك شو بدك. أنا حاضرة. يس. طيب احكي لي يا ستي هاي الطبخه مثلا كباب عبيده ليش سميناها بهالاسم؟ اشمعنى يعني؟ لانها تابعه لمنطقه الكفارات واغلبيه الكفارات عبيدات. نعم. بدي اوجه لهم تحيه جميعا فردا فردا، والكبير والصغير والستات والرجال الكل. الله يعطيكم الصحه. يعني هي اشتهرت عندهم وانعرفت وبيعملوها من الاكلات الشعبيه المنتشره عندنا. نعم. واللي ميزتها انها بزيت الزيتون البتر الممتاز. زيت زيتون مش زيت نبات. انت ولا زيت زيتون بكر ممتاز. نعم. نعم حبيبتي لانه انا عضوه بالشبكه النسائيه لزيت الزيتون. نعم. اكيد ستاتنا يعني هم شو بدي احكي شام بخد الوطن. يا سلام. أنا هكلت همهم كيف يسخنوا على الزيتات اللي فيهم عم يسخنوها. طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. بركة. الله يسلم إيديك وعينيك. حطي لي كمان. يلا أمرك. حاضر. كمان شايفين بهالشكل شوي شوي. يقولوا يا رب. يلا يا ستي الله يعطيك الصحة. الله يعني. مين علمك هالطبخة؟ علمتني إياها أمي الله يرحمها. تعيشي تعيشي وتترحمي الله يرحم روحها. علمتيها لحدا من أولاد أو بنات إخوانك مثلا هالصبايا الجيل الجديد علمتيهم؟ لا بنات إخواني. تعلموها؟ تعلموها بيعرفوا يعملوها. لازم يعني أقل واجب. بدي زيت زيتون. يلا أمرك. حاضر. إذا إحنا عم نشتغل شوي شوي. طب بناء على إيش بنقدر الكمية؟ بسم الله. هي بدها زيت كثير. بدها زيت يعني. هاي احنا مع المشاهدين يشوفوا كيف احنا عم نشتغل وعم نتعلم خطواتها من الست إنعام عبيدات على الأصول زي ما تعلمتها من أمها. تمام. إذا حبت تحط الست زيادة بهارات بعدين. هي أكلة أغلبش الناس بأكلوها بالشتوية. وبنعملها بالصيف بس بالشتوية أكثر. أكثر بالشتوية. لأنها هيك ما شاء الله دسمة. بدي أذكر المشاهدين بظهور أرقام الاتصال والتواصل معنا على مطبخ يوم جديد. أرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة. أهلا وسهلا فيكم إن شاء الله صباحكم عسل. كمان زيت؟ كمان. يلا ها هاي زيت. بسم الله. يعني بموسم الزيت برضو أتوقع كمان بتعملوها كتير. كتير. بدي كمان برغل. يلا أمرك. حاضر. حبيت أنا. ها بعدين بدها
بالتعجية بدي أضل أعجن فيها حتى تصير متماسكة وحبة البرغل تكون طرية طرية. إذا إحنا هي ماشيين معكم خطوة بخطوة لحتى تشوفوا الصح، عشان اللي بتاخد الوصفة من مطبخنا الكريم تقدر تطبقها في البيت. هذا إشي كتير مهم إنه شوفي خطوة بخطوة، ولما أنت تطبقي البيت إن شاء الله أمورك بالسليم بإذن الله. تمام، إذا عم نحط زيت، عم نحط برغل بالتناوب زي ما ذكرت لحتى إحنا بنقول يطرى، يعني تشتش شوي، مظبوط اللي هي البرغل حتى تصير متماسكة مع بعضها. يلا إحنا متابعين معك ورح نصبح على إخلاص. صباح الخير يا إخلاص. يا صباح الورد والياسمين. صباح النور والسرور. بس علي صوتك عشان أسمعك. صباحك عسل. صباح الفل والياسمين يا أمر. الله يسعدك يا رب ويسعد هالبرنامج الحلو حبيبتي. علي 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 الصوت مش سامعه. الله يسعدك والله يا علم فلوزي يا حبيبتي. بوجودكم بوجودكم حبيبه قلبي. اطفي السبيكر بس اذا انت بتحكي معنا سبيكر لانه صوتك رايح بعيد. قولي يا قمر تفضلي. كمان ملح، معلقه ملح صغيره. الو يا قمر معك يا اخلاص. صباحك فل. الله يسعدك يا صباح الورد والياسمين، يا صباح العسل، صباح الستات النشيطه المرتبه. الله يسعدك يا حبيبتي منوره والله، انك الجمال كله عندك حبيبتي. شرواكي شرواكي امر من بعد. الله يسعدك، حبيت اصبح عليك واصبح على الضيف الطيب اللي عندك من العبيدات. شفتي محلاها ومرتبها ما شاء الله. معقولين الستات شكلها ويطول عمرها يا رب. امين الله يسلمك ويسعدك يا رب. امي تفضلي ستي. يلا الو الو صباح الورد. تسمحي لي اصبح على امي شوف علا. يا حبيبتي يلا معك يا قمر معك. بحب اصبح على امي وعلى اختي خلود. نعم. وبحب اصبح عليكي انت بالاول. لا هم بالاول الام. لك ميدالية ذهبية من اخلاص البرامع. نعم يا اخلاص لشغلك الصح يا علا حبيبتي انت. ودوري بهدي صباحي الخاص لمطعم دلع كرشك ولمدير الإداري ولمدير المالي. نعم. لفروعه بإربد خلف الجامعة الأردنية. حبيبتي تحياتنا إليك وللأهل ولوالدتك وللبنات وللشباب ولأبناء الوطن. بدي كمان إن شاء الله كلكم بتضلوا بألف خير. معلقة من البهارات المشكلة يعني. طب ليش عم نزود؟ شعرتي إنه بدها بهار؟ بعدين بهارك خشن عجبني صراحة. مو عشان يعطي نكهة زاكية. شفتوا كيف أنا دايما بحكي لكم الصح؟ شايفين البهار هيا. لا طيب في سؤال بالجاليري صراحة هو بمكانه، بدي أشكرهم عليه، أشكر المخرج حسين التيم معنا اليوم. في سؤال بيقول إنه هو إذا بده يعملها على العجانة تخلط حالها من حالها بدل ما إحنا نغلب حالنا، صح ولا غلط ولا لازم أشوف القوام بإيدي؟ لا بالإيد أحسن. نعم بالقوام تقدر تقدر قديش لازم أنا أضيف برغل أو زيت. هذيك الكبة الشامية اللي بتفرم على الماكينة. هو بيحكي عن العجانة إنه بدل ما أنا أعجن بإيدي أعجنها على الماكينة. لا هذيك الكبة الشامية مش كبتنا تاعت العبيدات. يا عمي إحنا ما بنحب الأجهزة لو سمحتوا، إحنا بنحب نشتغل بإيدنا صح؟ صح. يلا ألا صباح الخير يا أم إبراهيم. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور والسرور. اهلا وسهلا. عام وانت بخير يا امي. وانت بخير يا امي وصحه وسلامه من العايدين كلكم يا رب. احنا وانت الله يسلمك. كيف حالك؟ انا منيحه، مشتاقيت لك يا ام ابراهيم. ما شاء الله مولع عليك هالبيت اللي معك. حبيبتي احكي لي ام ابراهيم من وين عم تحكينا انت؟ من نادره. الله اقدع ناس بالدنيا حبايب القلب. حبيبتي قولي لي أجواء مادبة بتسلم اليوم يا بي مادبة. العشق 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 مادبة. حبايبي القلب مجبورين على مادبة. لازم لازم. على فكرة أنا يعني أغلب الأحيان في نهاية الأسبوع دائما بمادبة، قريبة على عمان وسريع سريع. أحلى شمة هواء. بتشرفونا والله. إن شاء الله الله يسعدك ويزيدك شرف. يعني هاليومين شوي بيقولوا في برد وفي منخفض، فديروا بالكم على حالكم، جهزوا أموركم وإن شاء الله الله يعطيكم الصحة جميعا. الله يسعدك والله. هي يا حبيبتي اهلا وسهلا فيك بكل وقت. تحياتنا لك وللعائله الكريمه. صباحك سعيد حبيبتي. احط برغل؟ لا خلص خلص. طب كيف انا بدي اعرف انه خلص؟ لانه اذا كثرنا برغل بتصير برغلها كثير يعني شو بدي اقول لك. احنا ما بنحب لا نزوق الكلام ولا بنحب نحكي كلام مزوق على البساطه. انا جيت عندك على البيت اتعلم، علميني اياها زي بطريقتك. انا بكون كثير مبسوطه. بدها كمان زيت. هاي حطيت زيت. يلا قولي يا رب. ما شاء الله هالزيتات بجنن. خلص
خالص. طبعا زيت الكفارات. اه حبيبتي معك. اه زيت الكفارات يا عمي مشخصين، ما انتم غير بدمخدين راحتكم. يلا يا اكرام صباحك ورد، تفضلي زورينا باربد. ورد الورد. والله اهلا وسهلا باهل الورد كله، يعني اهل اربد جماعه مرتبين دائما يا اكرام. والله انت الاحلى والاجمل يا شف عليا اموره، وكل عام وانت بالف خير. احنا وانتم جميعا الله يسعدك. سيدنا الف الف مبروك لاميرتنا الاموره، والله يتمم عليها يا رب، يا رب ميرتنا الغاليه. الف مبروك للشعب الاردني. امين حبيبتي الله يسعدك يا رب. يا انعام يا حبيبتي كلك زوج يا جرابتي. يسلم ايديك يا رب. شكرا لك يا عمري. ويسلم يا شف عليا كلك زوج، كل عام وانت بالف خير بمناسبه عيد الام. وانت بخير وصحه وسلامه من العايدين، الله يخلي حبايبك وأهلك والجميع. الله يحميك يا عمري. هلا استفعنا. هلا يا ست الكل، أهلا نورتي يا إكرام. تمام حطينا هالزيتات وبعدين البرغل. إحنا اليوم موجودين هون لنعطيكم الطريقة الأساسية الصحيحة وطريقة تشكيل وتعجين كباب عبيدات. بدنا نعطيكم مقادير ونطلع بعجينة جاهزة ونمشي الحال بمشي الحال، بس بيوم جديد بهمنا التفاصيل أكثر من النتيجة النهائية. تمام هون لسه عم تعجن إذا أنتم ملاحظين. ليش؟ السبب عشان تخلي سوائل البصل وسوائل اللحمة تطر البرغل، صح كلامي؟ صح صح. إذا مهم جدا زي ما الست إنعام عم تشتغل إحنا كمان في البيت نشتغل. بعدين إيش رح نسوي؟ بدنا إياها عشان تتماسك مع بعض هسه. يعني بدها كمان 10 دقائق. لا هيك بتخلص الحلقة، ما اتفقناش. قديش بدك؟ لا أنا قصدي طب خلينا نشوف كيف. طب ورجيني وحدة إنها إذا استعجلت، اعتبريني استعجلت. وبده يجي عندي ناس على الغداء وعلى السريع السريع بدي أشكل الكباب، ورجيني كيف رح يطلع إذا مش صح، إذا فرط أو لا. كيف يعني؟ يعني هلأ إحنا أشكلناها، أنا استعجلت وما صبرت عليها كمان. هسه ببين من هاي الطريقة، هذا المهم بس نكبكبها هيك. خلينا عشان الكاميرا تاخد ايدك، الله يرضى عليك. ايوه هيها كباب عبيدات. هي احنا ليش سميناها بالكباب يا باي؟ يعني بس بدها كمان شوي. ما هو انا بهمني اورجي الستات اذا هي استعجلت ايش رح يصير. بتتبربط الكبة. بتتبربط الكبة يعني تفرط. تفرط ايوه. اسمع رح خليها تعجنها زيادة زيادة عشان انا حاسة انها زعلت. لا ما زعلت بالعكس. لا يعني هيك قلبها بوجهها بدها اياها تزبط صح عشان تقدم لكم نتيجة متكتكة زيها. خلنا نطلع فاصل ونخليها براحتها ترجع هيك تعجنها، وانا رح اخذ منك قلبي يوجعني انت بتشتغلي وانا واقفة. رح نطلع فاصل ونرجع انا وياكم لنشوف كيف نشكلها وكمان طريقة او شكل كباب عبيدات بالشكل النهائي. كل الاحترام للجميع. فاصل ورجعين، خليكم معنا. مسكت يا جماعة، إحنا بالسليم، إحنا بالسليم. ست إنعام مبسوطة والأمور تمام. طيب حطينا الطنجرة على الغاز وحطينا زيت زيتون، وقالت الست إنعام إنه لازم نحطها عشان تأخذ الشكل صح. صح. آه تمسك. عشان تطلع كمان حطينا الزيت عشان تطلع قالب واحد ما تلزق بالطنجرة. نعم يلا زيت زيتون. زيت زيتون حصرا مش زيت نباتي. شايفين؟ طبعا اللي عم يسأل انه هي بتزبط صيف او شتاء، ذكرنا في بداية الحلقة بانه هي بتزبط صيف شتاء، يعني بالاول وبالاخر في ناس كتير بتعمل طبخات كتيرة لكل المواسم صيفية. بس في ناس بشتوها بس بشتاء، انها شوي دسمة وتقيلة وبتدفي. يا سلام الله. هاي شوفوا هم يا حبايب، شوفوا الله ريحة البهارات فحفحت بطريقة غير شكل. هلأ هي كمان سهلة بالتحضير. بس بدها إيش يعني هيك الواحد يطول باله. تمام طيب خلاص بوسع كمان. بوسع بوسع يا عيني عشان تعرفوا إنه الستات إيدهم ميزان لحالها، الشغل بيطلع من تحت إيدها غير شكل.
يلا خلينا نسكب الجاهزة ونشوف أم أمير. صباح الورد يا أمر. صباح النور. صباح النور والسرور يا أم أمير. كيف أخباركم؟ أنا منيحة، أنت كيف أمورك؟ والله بخير الحمد لله. نور الشاشة في الصلاة. حبيبتي؟ نور الشاشة. بوجودكم، بوجودكم أكيد متابعتكم. نور بيت المعاشي. حبيبتي هيها ضيفتي عم تسمعك. أنعام عبيدات من كفرسان بني كنانة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. أهلا وسهلا يا أمر. أهلا وسهلا. يلا خلينا نقدم الجاهزة. أوكي أغسل. يلا طبعا تفضل. يلا إحنا هون رح نجهز مكاننا لحتى نسكب الجاهزة. طبعا هي كثرتهم، أنا قلت لها معقول يكفي كل الحجم أنت حطيتي؟ يعني إحنا تقريبا حطينا 6 حبات والطنجرة كتير صغيرة. قالت لي بزبط. ليش؟ لأنه أصلا حجم اللحم شوي بضمر. نعم يلا ست الكل خلينا نشوف. ما هو واحدة من التنتين، يا المخرج بيحب الطبخة زيادة عن اللزوم، يا إنه إيش، يا إنه بيعرف هيك طريقة تحضيرها ومراحلها، فأنا شعر إنه مستمتع معانا. يلا خلينا نسكبها نشوف كيف الأمور. هلا أنت كلهم بتصفيهم فوق بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني، يعني ما بتفضي حبة حبة وبتصفيهم؟ المعلقة. يلا. ألو صباح الخير يا يزن. ألو صباح الخير يا يزن. صباح الفل والياسمين. والله يما أنا حبيت أصبح على البرنامج صباح الخير، وكل عام وانت بخير عشر رمضان. وانت بخير وصحة وسلامة. من وين عم تحكينا؟ والله بحكيكم من عمان. أهلا وسهلا حياك الله. كيف حالك؟ أمورك تمام؟ والله الحمد لله. شكرا شكرا يما على هيك برنامج. الله يسعدك يا يزن، تحياتنا لك وعائلتك الكريمة. شكرا يما. شكرا. أهلا وسهلا. هلا حياك. يا هلا يا هلا. طبعا إحنا في يوم جديد تعودتوا علينا لازم يفوت الطبق عنا صالون المناكير والتجميل ونحط لنا هيك وهيك، ولكن في الأطباق الشعبية التقليدية إحنا بنلتزم بأصالة الأطباق، حتى الطبق اللي كان يتقدم فيه بالزمنات، طريقة التقديم، طريقة السكب، وحتى كمان بالنسبة لكل اللي هي المقبلات الجانبية. لذلك أنا سألتزم بطريقة الست إنعام ورح نتجمل بهذا الطبق بجماليته زي ما هو أمامكم، زي ما كنا ناكله على أيام جداتنا وأمهاتنا. عاشت إيدك وسلمت يمنا، ربنا يعطيك الصحة والعافية. في معنا اتصال خفيف، قولي ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. سهى. أهلا وسهلا ست الكل، صباح الفل حبيبتي. أمشي تعيدك سهى إيش قلتين وإيش قلتين زاكي يا بيا، لو تشم الريحة بس. بعزمينا يعني. حياكي الله، بتنوري. حياكي الله، الخير عنا وعندكم دائما إن شاء الله. بعدين أسكى إشي هذول محمرات. ست الكل تفضل. الشاف تطبخ تيجي عندكم قبل أن عندكم. أهلا وسهلا وفيكي وميت مرحبا، خلي رقمك تحت الهواء بنتواصل معك إن شاء الله. حياكي الله حياكي الله، تحيي والدومي. أهلا وسهلا. يلا رح ناخذ طبقنا على طاولة التقديم، وبعدين رح نروح نشوف مقادير سلطة الوديان. هلأ سلطة الوديان في إلها اسم تاني متعارف عليه بين الغالبية بإنها السلطة الفلاحية البسيطة، وذكرت الست إنعام تحت الهواء يعني وأنا وياها بنتحدث بالتفاصيل، قالت لي إحنا بناكل جنبها صحن لبن أو صحن سلطة اللي هي سلطة الوديان، وإحنا كمان رح ناكلها اليوم على طريقة الست إنعام. المقادير على الشاشة. لتحضير سلطة الوديان أو السلطة الفلاحية إحنا بحاجة لكيلو بندورة ونص كيلو بصل وحبتين ليمون ومعلقتين من النعنع الناشف ومعلقتين من زيت الزيتون. ملح مش حاطيته؟ وملح، بنحط ملح تدلل لعيونك. وملح يا يلا يا عمري يلا. ها أيوة رح نجهز طبقنا. يلا ستي. ألو صباح الخير يا أم أحمد.
صباح الورد، يعطيك العافية. شو سعدة؟ صباح النور والسرور، نورت. معك يا حبيبتي أحمد حمتولي. نورت يا أم أحمد. الله يسعدك يا شف. أنا بس متصلة أحكي لك إنك يا جبل ما يهزك ريح. حبيبتي بدناياكي كل ساعة وكل وقت وكل ثانية أنت بقلوبنا وعلى شاشتنا، واللي مو عاجبك أنتوا راس المال والبركة. الله يحييكم ويديمكم جميعا يا رب، الجميع الجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك يا أم أحمد، ويسعدك ويسعد صباحك ويديمك ويديم الجميع دون استثناء. نعم أكيد، يعني إحنا بمطبخ رمضان كمان رح نكون معاكم، يعني إذا صح التعبير، مع ناس مهنية تقيلة بالمكان وبمهنيتهم خلف الكاميرات بالجاليري، فنيين الإضاءة، فنيين الصوت. إن شاء الله لسه قبل شوي كنت عم بحكي لهم بالفاصل، السنة بدنا نولعها بشتات جميلة، بإخراج جميل مع شركات اللي هي الراعية وشركائنا في مطبخ رمضان، وذلك ضمن حدود ومعايير الشاشة الوطنية الأولى، الشاشة الأم اللي لها دائما خطوط حمراء كلنا بنلتزم فيها وبنحترمها وعلى الراس وعلى العين، ضمن طبعا يعني مراقبة حثيثة من الإدارة الكريمة. الله يقدرنا ما نقصر معاكم. أنا قلت لي بدي أفرم على الهواء، انبسطت صراحة يا باي. زمان أمضي لك السكينة بتحبي؟ لا ماضي ماضي، يعني أنا قدر مستطاع بحاول أمضيهم دايما. يلا خلينا نشد إيدنا شوي نشوف إذا في معانا تعليقات من خلال البث المباشر. نتابعك من دمشق. سما لايت، أحلى شيف، موفق بانتظارك في رمضان، دام عز المملكة. عز المملكة إن شاء الله دائما دايم على الجميع. نور عباس وزين الأشرف. عاهد عبيدات، بدي أوجه لك تحية يا عاهد، الله يسعدك يعطيك ألف عافية، وتحية لكل أهالي عبيدات جميعا. حنان زعبي، يسعد صباحكم، أبدعت الضيفة، جارتي من كفر سوم من العبيدات أم معتز، بوجه لها تحية. الله يا سلام، أنا حاسة أنهم رح يستقبلوكي هلأ على الباب. الله يسعد رب كفر سوم. يعني أنت بتقولي أول مرة ظهور على الشاشة، والله إنك لذيذة وخفيفة ولطيفة وزي العسل. الله يسعد، إن شاء الله بنتشرف باستضافتك كمان برمضان، إحنا جاهزين إن شاء الله. يلا معنا اتصال من السيد خليف العمري وعنده تعليق على طبختنا اليوم. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام، صباح الفل. خليف العوني أختي، خليف العوني. خليف العون، حياك الله، أهلا وسهلا. الله حييك يبارك فيك. والله حبيت أطبع على شاشة جميلة وأتفرج على طبخة ما شاء الله. شكلك بتحبها ها؟ والله قلت أنا هيك حسيت. والله ما شاء الله عليها، من تستدين أختي في القلاية المنظورة. نعم الست إنعام يعني مفخرة ما شاء الله عليها، الله يقويها. ما شاء الله عليكم جميعا والله. الله يسعدك ويطول عمرك. هلا بيك وحياك الله وصباحك سعيد. بدي أوجه تحية لأسيل محمد وواصف السعدي من الدمام بالمملكة العربية السعودية، تحياتنا لإلهم وإن شاء الله الله يديمهم لبعض. رهف الشواربي، يعطيكم العافية، شو هاي الطبخة؟ رهف، هاي وظيفتنا إحنا في مطبخ يوم جديد، إعادة التذكير وليس إحياء، إعادة التذكير بطبخاتنا الشعبية والتقليدية الأردنية على طريق جداتنا وعلى الأصول. أم أحمد بهاء، صباح الورد والياسمين، الله يعطيكم ألف عافية. ومريم الجمل وختام الشيبي، عماد الفصول وابتسام بني صخر ومريم الجمل، الله يعطيكم ألف عافية جميعا. يلا هلأ هاي السلطة احنا بنعرف انه هي على اصولها بنحط فيها البصل الناشف. انا عارفة انت بدك تحطي، بزبط نحط بصل اخضر اخف مثلا؟ بس بهذا البصل ازكى اختي، والله ازكى، هي بتقول ازكى اذا هو ازكى، هي ادرى مني اكيد. النكهة واضحة طبعا اولا، ثانيا البصل الناشف فيه طعمة اقوى من الاخضر، الاخضر فيه حلاوة اكتر، عشان هيك احنا بنحطه على البارد باطباق تانية. وانا عندي تحسس من البصل فرح ابعد عنه كيلو. الله يعطيكي الف عافيه.
طيب رح نشوف مين كمان معانا. فداء البطران، صديقتي وبنت بلدي، كيف رسوم الحبيبة؟ فرحت فيكي من القاهرة، بتسلم عليكي. سلمي عليها. ها بتسلم عليكي، يعني شاشة الوطن متابعة دائما من الداخل والخارج ومن كل الشعوب العربية، كل واحد بيشتاق للبلد وأهل البلد، أكيد بده يفتح على التلفزيون الأردني لحتى يشم ريحة البلد وأبناء البلد ويشم ريحة الأرض. رائدة الحجاوي، ممكن أعرف البرغل منقوع وتقلى فقط؟ بتقدر تشوف الحلقة من أول وجديد، بس نخلص تقدر بتعيد الحلقة وبتشوفيها البرغل زي ما هو حطيناه. كيف بيزبط معاك وبمسك؟ بده يتشتش من سوائل البصل وسوائل اللحمة. تمام، يلا معنا اتصال. ألو، صباح الخير. ألو، ارجعي رني علينا، شكله فصل خط حبيبتي، حقك علينا. ختام الشيبي، الله يسعدكم. أم أحمد حنتولي، أم أحمد بهاء، من التهاني التي تبادلها المسلمون في رمضان. كل عام وأنتوا بألف خير يا رب على الجميع، الله يقدرنا ويقدركم على الصيام والقيام، كل سنة وأنتوا سالمين جميعا. يلا نشوف مين معانا كمان. طيب اصلا هي هيك كانوا بالوديان لما كانوا يقطفوا حبه البندوره، يس كانوا يروحوا يقطفوا حبه البندوره صحصة انعام، صح زي ما هي والله يغسلوها مزبوط، ويجيبوا حبه هالبصل كله من الارض، كان يقطع ويغسل ويفرم، حتى طريقه الفرم البلديه، يعني انا لو اجي هلا افرم لك اياها بطريقه هيك زي ما هو لازم ولا على الاصول ما بتطلع زاكل، بتطلع حلوه كمان. والله أنا حاسة حالي قاعدة مع أمي، بتعرفي؟ الله يعطيك الصحة يا رب. يلا حبيبتي معك. هلأ إلا مننا نفرمه بقشره كمان؟ لا نعصره عصر. عصير؟ نجيب البزر منه لأن البزر بيعطي مرورة. شو بتعملوا بالجمعية اللي أنت ملتسبق لها؟ جمعيتكم بموضوع نعم رمان الجمعية بخصوص زيت الزيتون والأمور هاي، وبعملوا دبس رمان وبعملوا عصير رمان وبعملوا زيت الرمان وبعملوا خل الرمان وبعملوا مربى الرمان. من الله يقويهم، من أشهر الجمعيات بالأردن. بدي أوجه تحية لكل الستات، إن شاء الله بعد رمضان بيكون إلي زيارة عندهم لحتى هيك ناخد شوي من شغلاتكم ونطبخ فيها بمطبخنا الكريم. معنا جهان على الهواء مباشرة. ألو صباح الخير جهاد. صباح الورد يا أحلى ست. صباح الفل يا أحلى ست بالدنيا يا كيداهم. حبيبة القلب الله يسعدك. أنا جدا من متابعينك ولله الحمد، وبتشرف وبفتخر إني أتابع ست منك. إحنا منكبر فيكم جميعا حبيبتي، حبيبة قلبي أنتي، والله مش بس حبيبتي أنا، والله حبيبتي الشعب الأردني وغير الأردني. حبيبتي الله يسعدك ويديمكم جميعا إلنا وللشاشة الكريمة دائما. أنا بقول أنتوا رأس المال، بنتقدم نكبر فيكم أكيد. وشاشة الوطن هي شاشة الشعب وشاشة المجتمع وشاشة الجميع، نكبر فيكم وبنكمل معكم، الله يديمكم. حطيت فلفل على السلطة. فلفل وملح ونعنع ناشف. نعنع ناشف وزيت زيتون. مش بقول لك المخرج بيعرف بالسلطة اليوم. بيعرف بالطبق كله. أنا حافظ زيت الزيتون. احنا خلصنا من مهند الحديد، بيعرف كتير بالطبخات، اليوم طلعنا حسين التيم. شفتي عاد هاي زيت الزيتون. يلا طب ليش مش حاطه سماق ولا ما بتحطي؟ لا السلطه هاي بنحطش عليها سماق. شايف يا حسين صحيح معلوماتك لو سمحت. يلا ست الكل قولي يا رب. يا ملح وفلفل ونعنع ناشف وبندوره وبصل والسلام ختام. بعد البساطه ما في، وبعد الاشي الزاكي ما في، وعصير الليمون وزيت الزيتون.
للأسف وصلنا لنهاية الطريق. يعني دائما الضيف الحلو بترك أثر عند المعزب، واليوم هي صاحبة المكان وهي المعزبة اللي حطتنا وضيفتنا وهيك بسيطة وخفيفة، وهذا ما عاهدنا به السيدة الأردنية دوما. رح أترك لك الهوى والساحة، احكي اللي بقلبك، الشاشة معك والناس الطيبة اللي عم تحضرك معي. وأبدعتي، بحب أقول لك أنك أبدعتي على الشاشة وزبطتي وما في توتر، رغم أنها شوي كانت خجلانة التجربة الأولى بس أبدعت. يلا ست الكل تفضلي. بالنهاية بأشكر التلفزيون الأردني على استضافتي، ومن ثم جمعية كفر سوم التعاونية للمنتجات الرمان وعلى رأسها المهندس عاهد عبيدات رئيس الجمعية. نعم. وشكرا لكم، صحتين وعافية. يلا هي سعدها وعنا ما يبعدها. تعالي هيك بعبوطة سريعة سريعة، كل سنة وانت سالمة. وانت سالمة، رمضان كريم، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، بنعاد علينا وعليكم السالمة يا رب. كل عام وانتم بألف خير، الله يعطيها ألف عافية ست إنعام عبيدات. ودي أوجه تحية لكل سيدات الجمعيات بكل مناطق المملكة، انتم يعني شامة بخد الوطن، دائما بتعطونا أزكى الأكلات من تحت إيديكم الطيبة، ما في منها بكل الأسواق، فدائما يستمروا وقووا قلبكم، والحياة بتمشي عكسه دائما، الستات قد التحدي، الستات الوطن دائما هم اللي بيعلمونا كيف إحنا نكون ثابتين بمكاننا، وهذا ما عهدنا أيضا بالشاشة الأردنية، دائما فاتحة بوابها لكل أبناء المجتمع دون استثناء. ديروا بالكم على حالكم عشان بكرة في كمان ذكرى رح نتذكرها أنا وياكم بالأطباق الشعبية التقليدية لحتى نبلش نحضر لي الشهر الفضيل. كونوا بأمان الله دائما، كل الحب والاحترام، باي باي. حسن انت سالمة، وانت سالمة يا ربي، تنورتينا، ابدعتي ما شاء الله عنك. الله يسعدك يا رب.